1938 السنة الهجرية، المعنى ديالها البداية ديال سميتو ديال الإسلام في العهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 1435 1439 هي السنة اللي دار فيها الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة. ما عرفتش السنة بالضبط. 1938 نو 1438 1934 هي السنة اللي تولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. 1439 وقع هي هجرة الرسول من مكة للمدينة. ما عارفش لأن ما عنديش فكرة. السنة الهجرية اللي 1448 السنة اللي هاجر فيها النبي من مكة للمدينة. السنة الهجرية 1439 هي فين سافر الرسول من مكة للمدينة، هي كي لهجرة شرطين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.